طبعا أنا هسه طلعت عندي شغلة ولبست نظارات. ما لبست نظارات لأن الشمس قوية، ولكن لبست نظارات لأن مكياجي كلش قوي، وهنا أنا أستحي أطلع بهيك مكياج. بصراحة أكو بنات يطلعون بمكياج قوي وهنا عادي عندهم، بس شنو من أسافر المكان أحب أحترم المكان اللي أنا بيه وأطبع بطباعهم. إذا أشوفها أطباع زينة ما بيها أي شيء ضار، فهنا أنا منك يجون هيك مكياج قوي يعني قلة جدا إلا يطلعون حفلة أو عندهم شيء، وأنا ما رايحة حفلة، رايحة مكان عندي شغلة. شنو رأيكم بهيك حواجب سويتها عدلة اليوم؟ لكم شيء، اليوم احد صعدت للاوتوبيس كان اشوف البنات كلها مكيجه وكلها كاشخه، مو هنا يوم الاحد يكشفون يجي مكيجون، فنزعت النظارات خالي او نعم جيت على البحر. واو منظر الا بشده. واو كلش حلو الجو اليوم، عم الدنيا صيف بس هيجي على برودة. شوفوا بأنطاليا إذا تلبسين هواية ما تتأثرين، عم تحترين حيل، وإذا تلبسين قليل ما راح تتمرن، يعني الجو كلش مناخ معادل يعني فتشي. أقولكم أنا مجنونة ما حد ما يصدق، رجعت للبيت وأخرت الميك اب، بقيت بس الريميل ومسحت كل وجهي كله ونزعت التراتي هاي أم الكيل وين، وراح أرد أطلع. ها غيرت ملابسي هماتين. Thank you.